على مدار شوطين، وان كان الشوط الثاني اقل نسبيا، ولكن في المجمل اداء جيد للنادي الاهلي. اه طبعا الماتش يعني خلص من بدري جدا. الشوط الاولاني النادي الاهلي عمل اداء جيد، في روح النهارده عاليه، في لعيبه كانت بحاله مش هقول يعني بحاله غير جيده الماتشات اللي فاتت، النهارده افضل. جبنا 3 اجوان حلوين الشوط الاولاني، فتحس ان الامور اتسهلت. حتى احنا يعني كنا متوقعين ممكن يجي هدفين ثلاثة كمان الشوط الثاني. النادي الاهلي الشوط الثاني حصل هدوء نسبي، ولكن هو اللي برضه فضل مسيطر على اللقاء، ما بقتش فيه الخطوره الكبيره زي الشوط الاولاني، ولكن برضه هو اللي مسيطر على الشوط. وجت ضربه جزاء لوسام ضاعت يعني، لكن ثم الهدف الرابع الرائع سواء من التمريره او توجيه وسام بوجه القدم في المرمى. تغييرات كتيره سهلت على الراجل مستر كولر، انه من الماتشات اللي غير 4 مره واحده في بدري يعني في الدقيقه 65 بالظبط. احيانا ما كانش بيعمل كده لو الظروف مش ماشيه يعني. هو حس ان الماتش انتهى و 3-0، فغير 4 لعيبه دفعه واحده، منها بيريح بعض اللاعبين، ومنها انه بيدي فرص لناس تانية تلعب. فهي مكاسب كتيره. فالشوط الثاني النادي الاهلي رغم انه لعب اهدأ من الشوط الاولاني، لكن مجمل الماتش هو الاخطر، هو اللي جاب 4 اجوان، هو اللي كان ممكن يضيف اهداف تانية. يعني يمكن الجيش نسبيا هنقول لو بنسبه 10-15% تحسنوا الشوط الثاني لما نزل كريم طارق وعمر السعيد، ولكن ما فيش حاجه جامده قوي. هي كره وحيده لضربه الجزاء وصدها الشناوي ببراعه. فمبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله عقبال الماتشات الجايه. وثلاث نقاط مهمين جدا، وخطوه للامام كمان بالثلاث نقاط دول. كابتن عادل الف مبروك. النادي الاهلي بدا النهارده بدايه مثاليه في الشوط الاول، زي ما احنا دايما بنطالب طالما الامكانيات موجوده. الفوارق بينك وبين